حضرت الفيديوهين الماضياتهم كيف حالك، واتخذت قرارات أحسن أو أسوأ، عملت أخطاء كثير وعملت ميستيكس، واقتنعت بوجود أخطاء عادي في الحياة، ودخلت في الحيط وجبتنا في حوض النعناع. إذا تعال خليني أحكي لك توب 10 tips أو points to take after making wrong decisions، أهم 10 نقاط تحطها في بالك أو تعملها بعد ما تاخذ قرار خاطئ. جاسر مصطفى وان امور، وخلينا نبلش. اول نقطه اللي بنتفلسف عليك دائما فيها، انه اعترف بوجود مشكله او خطا صار، لانه معرفه المشكله نصف الحل. الوالد الله يخليه اياه يا رب. نقطه رقم 2، حددت المشكله، هلا لازم تسال ليش صارت هاي المشكله. اخذت قرار خاطئ، لازم تسال ليش طلع القرار خاطئ، وتحدد كل الاسباب اللي شاركت في جعل هذا القرار خاطئ، واللي منها اني رديت على جاسر في الفيديوهات الماضيه، بس مش مشكله يعني. حط كل الاسباب الثانيه اللي لها علاقه في الموضوع، بس اهم شغله اهم شغله ما تقعد لي 4 سنين تحدد لي في ليش، تقول لي والله جاسر حكى لازم تحدد كل الاسباب اللي لها علاقه في الموضوع، تقعد لي 15 سنه تحدد، لا بسرعه يعني انجز. وروح بعديها مباشره للنقطه رقم 3، حدد اهم 20% من الاسباب اللي ساهمت ب 80% من حدوث هذه المشكلة، وركز عليهم وتطلع عليهم البعيد وحطهم جنب بعض وحللهم وحددهم واربطهم ببعض وسوي كل الأشياء هذه تبعت التحليل وحل هدول 20%، فأنت أوتوماتيكلي تخلصت من 80% من المشكلة. النقطة رقم 4، ارجع حللهم مرة ثانية وحددهم كثير منيح. إذا أنت ما عرفت تحل هدول 20%، وحدد سببهم الرئيسي، الأندرلاينج روت كوز لحدوث هدول 20%، ومن هناك بلش الحل. والنقطة رقم 5، حليت أهم 20% اللي سببت 80% من المشكلات، لا تنعجق، هلا ضل معك 80% من الأسباب اللي سببت 20% من وزن المشكلة أو القرار الخاطئ. إيرور رياضي، مش مشكلة. بعد ما تحل هدول 20% اللي حكينا عنهم، شو بتعمل؟ بتحدد خطة عمل ومسار أنت بدك تمشي فيه عشان تحل 80% من الأسباب اللي ضلت، عشان ما تنعجق وذكرك انها هي سببت 20% من المشكلات اللي صارت. ورتبهم على حسب الاولويات ومين اعلى تاثير فيهم على المشكلات اللي صارت، وبلش من التاثير الاعلى. النقطه رقم 6، نقطه جدا مهمه، انت عم بتحدد خطه عمل سيستماتيك، لكن انت تاكد انه خطه العمل هاي اللي انت قاعد بتحددها خطه عمل إيجابية وقابلة للقياس والتطبيق ضمن خطة عمل معينة وريسورسز معينة ووقت معين وحيثيات معينة، وستؤتى ثمارها القابلة للقياس والتأكد أنها صارت وانحلت. النقطة رقم 7، حاول تثبت ريدم معين وتحط لنفسك بيس معين سوف تلتزم به في حل هيدي المشكلات اللي حكينا عنها قبل شوي، الأشياء الطرق الحل اللي انت حطيتها قبل شوي، والتحليل والتحديد اللي حطيتهم قبل شوي، وممكن هم تعملهم سيستم داخلي لعطوفتك من خلاله انت تتبعه بشكل دائم لحل المشكلات الموجودة عندك. من خلاله راح يقل عندك الوقت والجهد والطرق المتبعة لحتى انك انت تحل المشكلات، لأنه دائما انت بتحلها يوزنج نفس السيستم الموجود عند معاليك. النقطة رقم 8، من النقاط اللي جدا مهمة، حاول انك انت تقنن وتقلل نسبة حدوث هذا الخطأ مرة اخرى، اذا في العمل او اتخاذ القرارات، لكن الاهم منها انك انت تثبت الاشي اللي انت تعلمته من هذه التجربة ومن حدوث هذا الخطأ ومن طريقتك المتبعة في حل هذا الخطأ، واللي نحن بنسميه lessons learned. ماشي. نقطة رقم 9، يعني أنا بعرف أنا وياكو حبايب، بس فيها شوي عصبية. مدام عطوفتك أخذت إشي أو قرار خاطئ أو عملت إشي خطأ، كون قد حالك وتحمل مسؤولية قراراتك وأعمالك الخاطئة والشريرة، واعترف بوجودها وحلها لحالك، وتقززناش، بس هاي الفيديو موجود يعني بتقدر ترجع له بأي وقت. والنقطة رقم 10، طبعا دائما أحط أنا أهم نقطة في آخر الفيديو، وهي عادي اغلط مرة ثانية وحاول تحل مشاكلك مرة ثانية، وقززنا عادي مرة ثانية، تقدر برضو ترجع للفيديو هاد مرة ثانية عشان تحسن من قدراتك الرائعة في حل المشاكل. سلام.